محتاجين كمان على مستوى آخر أو على مستوى موازي أن نعرف عن إفريقيا. يعني الحقيقة معظم تعاملات الإعلام المصري على إفريقيا هي تعاملات سطحية وهامشية، وربما السلبي فيها أكتر من الإيجابي. لا يدرك مثلا الإعلام المصري أن حجم الطبقة الوسطى في إفريقيا بيتسع، حجم المدن بيتسع، أن في دول هي من النمور الإفريقية النهاردة على صحيح المستوى الاقتصادي، صحيح نيجيريا والمغرب وإثيوبيا وكينيا. كل الكلام ده احنا ما نعرفوش، لكن بنعرف دايما حتى التتر او البروموشن اللي انتوا بتعملوه للبرامج، فانت هتلاقي فيه صورة غابة وصورة حيوان وصورة افريقيا دلوقتي فيها ناطحات سحاب يا جماعة. يعني سيادة اللواء يقول لنا رواندا شكلها ايه دلوقتي، باريس السمراء. يعني الصور الذهنيه اللي عندنا الخاطئه طبعا اللي احنا صور مصدرها ذهنية طبعا. السياحة، انت بدل ما تروح اوروبا يا جماعة، افريقيا جميلة اكتر بكتير. يعني انا ليا تجربة شخصية ان انا شفت شلالات نياجرا وشفت شلالات فيكتوريا فولس في زيمبابوي، فرق لا تتخيله من الروعة والجمال. ويعني فانت ممكن تتواجد في افريقيا باشكال متعددة.